الحمد لله رب العالمين، بارئ النسم وخالق الخلق من عدم. نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، ونجى موسى من طغيان فرعون، ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم تم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرت؟ ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد. يا رب صل على النبي المصطفى، صل عليه. يا رب صل على النبي المصطفى. ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا رب صل على النبي وآله. ما أمت الزوار مسجد يثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلام تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجزع حن له وشرفت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة طيبة طاهرة إلى يوم لقاء الله. نحن نحتفي ونحتفل ونفتعل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، صلوا عليه. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على طه، صلى الله عليه وسلم. ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل. ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل. كل ما فيه يجل، كل ما فيه يجل. إنه دين محمد، صلى الله عليه وسلم. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي، وابذلوا كل الغوالي. إنكم جند محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوف انتوا روقتوا ازاي. الله يخليك يا سيدنا، الله يكرمك يا مولانا، الله يكرمك. الصلاه على النبي حلوه جميله. الاول قبل ان اتحدث في هذا الحديث، اريد ان اقول اسال الله عز وجل ان يبارك
لكل إنسان دعم هذا الحفل. قولوا أمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الحاضرين، أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا العمل الطيب في هذه المضيفة أو المكان المناسبات، وكل من ساهم ولو بجنيه واحد في هذا المكان، لأننا نذكر الله فيه، لأننا نذكر الله فيه ونقرأ فيه القرآن، فلهم الأجر والثواب عند الله رب العالمين. صلى عليه. أريد أن أتحدث، يعني نعيش مع النبي شوي. يلا بينا نعيش مع النبي. العيش مع النبي حلو، وندعي ونقول اللهم يا رب العالمين ويا مجيب السائلين، كما حرمنا من رؤية رسولنا في الدنيا لا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة. حلوة خالص. احنا تحرمنا من رؤية النبي، ودي صعبة، صعبة جدا. الصحابة كانوا بيقعدوا حوالين النبي، أي مشكلة كانت تحصل مع الصحابة كانوا يسندونها لرسول الله. طب أنا لو مراتي زهقتني وطهقت عيشتي نروح لمين؟ بروح لعم الشيخ الغلبان. إذا كان عم الشيخ رخر يومه طويل في بيته، ما تصلى على رسول الله. عمك الشيخ برضو صحيح هيديك الفتوى، بس يعني ايه برضو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلما قال مشايخنا خير من دب على الثرى رسول الله. صلى عليه. خير من دب على الثرى رسول الله. صلى عليه. خير شافع وخير مشفع رسول الله. صلى عليه. أول من يمسك حلق الجنة رسول الله. صلى عليه. أول من يمسك لواء الحمد بيديه يوم القيامة رسول الله. صلى عليه. حلو حلو النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. طب يا مولانا، ما رسول الله بشر زينا يعني؟ بشر، والفرق بيننا وبين رسول الله يوحى إيه؟ يوحى إليه، ينزل عليه أمين الوحي جبريل. لكن انت ما بينزلش عليك امين الوحي جبريل، انت بينزل عليك الخير من الله والعافيه من الله والرزق من الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل من السماء. سيدنا جبريل ده شكله ايه يا رجاله؟ ما تصلى على النبي. بعض التفاسير تقول ان سيدنا جبريل له 600 جناح. 600 ايه؟ جناح. الجناح الواحد يغطي ما بين الأفقين، ما بين المشرق والمغرب. شوف أمين الوحي، يعني تخيل ساعة ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في إقرا، خاف النبي، اترعب، منظر صعب جدا. ده انت لو الشيطان مسك مسة صغيرة كده بتحصل لك مشكلة. طب ملك من السماء نزل على النبي بهذه الشاكلة، كيف كان إحساس النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك شيء، بس تصلى على النبي. ولكن هناك خصائص لرسول الله، حاجات خدها النبي ما خدهاش إلا النبي، غير أنه يوحى إليه. أولا تعال معايا في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف في المحراب، كان بيصلي بالمسلمين بالصحابة ويقول تراصوا أو تساووا، تمام؟ ويقول لهم إيه بقى؟ شوف الخصائص. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تركعوا إلا بعدي، ولا تسجدوا إلا بعدي، فإني، شوف اللي جاي بقى، فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. يعني النبي كان بيشوف بظهر، معناها كده لا تركعوا إلا بعدي ولا تسجدوا إلا بعدي. ليه يا رسول الله؟ فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. صل على النبي. شوف الخصيصة الثانية كده وصلى عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اليوم،
طول النهار صايم لحد المغرب ما يفطرش، ما يفطرش، ما فيش أكل مثلا. يعني ما في حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر الهلال، الهلال يعني الشهر، كان يمر الهلال ثم الهلال الشهر الثاني ثم الهلال الشهر الثالث وما أوقد في بيت رسول الله نار، يعني ما طبخش مرة. يلي العشاء مزهقاك ومش طايق نفسك، يلي مش راضي، زي واحد زي واحد قاعد قدام الصينية كده أمه بتحبه حبتين، دخل عليه في بقى الصبح عملاه عملاله بتنجان مخلل، بزنجان مخلل، وعملاله بزنجان مقلي، بتنجان مقلي، وعملاله مسقعة، العملية كلها سواد بتنجان كله. فطبعا هو مش عاجبه، المفروض احنا نقول عليها الحمد لله. قال لها يا أما، قالت له ايه يا حبيب قلبي؟ قال لها لو الإنسان يرفس النعمة ايه اللي بيحصل؟ قالت له بتزول يا ابني. جه ربنا مسهل له الحال ورفسها، بس احنا عايزين الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما أوقد في بيت رسول الله نار، وكان يقول أجوع ساعة فأصبر وأشبع ساعة فأشكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم أمره إلى من؟ وحال النبي يقول وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الريح تصرف حالا فحالا. صلى على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم، خصائص النبي يصوم اليوم وما يفطرش المغرب، يطبق اليوم الايه الثاني، والحديث صحيح، يطبق اليوم الثاني ويصوم اليوم الثاني من غير ما يفطر، ما كلش ولا شرب النبي. اليوم الثالث يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام لا اكل ولا شرب، دي خصائص النبي. الصحابة بيسألوه يا رسول الله انت بقالك ثلاثة ايام ما كلتش ولا شربت وعايش ازاي بقى؟ شوف خصائص النبي. ماذا قال النبي؟ قال انا لست كهيئتكم. ليه يا رسول الله؟ قال انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. بيبات عند ربنا ازاي مالكش دعوه؟ انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. هذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله على سيدنا محمد. أنا هناخد موقف بعد ما تحدث مشايخنا العظام، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول، اللهم آمين يا رب العالمين. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيته كان عامل ازاي؟ انا كنت في محافظة الغربية من اربعة ايام، والناس هناك يعني الناس محترمين وكويسين، وانتم اكثر احترام وتقدير طبعا يعني. فكان الناس هناك بيحبوا النبي، فلما كنا نقول صلى على النبي كان السرادق يتهز والله يا رجال. بس انت بتصلى على النبي ببر وعتب، انا حاسس يعني كده. صلى على الصلاة السلام خلص، لا صلى على الصلاة السلام ماشي عم، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. السلام عليكم صلاة الله وبركاته. ايه صلاة الله وبركاته دي؟ ما انزل الله بها من سلطان. قولوا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لك 300 حسن. وإلقاء السلام سنة، ورد السلام ايه؟ فرض، غصب عن عينك لازم ترد السلام. مش طايقه رد السلام، ما خصمه رد السلام، مش راضي تعالك وز هو كده. ده هذا ديننا. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوتات، احنا قلنا البيوتات تقال على بيوت النبي،
لكن احنا كده بيوتنا، البيوتات تقال على علية القوم. بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها مشاكل يا جماعة، كانت فيها ايه؟ كانت فيها مشاكل. انت ساعات تخش البيت، اقعد ساكت، انت ساعات تخش البيت مشاكل في الشغل ومشاكل في الدنيا، وضرب لك 1111 في وشك ودخل مش طايق نفسك، الله وكيل انت داخل مهيئ للعركة. في كده، بس بيقول لك حديث وان كان في ضعف، يعني يقول لك اذا دخل الانسان بيته استعرضه 30 عفريتا من الجن، 30 عفريت من الجن واقفين على دماغك، عايزين يعملوا ايه؟ عايزين ينكدوا عليك، وعايزين يزهقوك، وعايزين يطلقوا مراتك، وعايزين يعملوا مشاكل. فإذا دخل الإنسان بيته وقال بسم الله، قال كبير الجن، كبير الثلاثين، ارجعوا ليس لكم مبيت في هذا المكان. الرجل سمى ربنا، لكن دخلت بقى بمشاكلك وبقرفك وباللي عندك، أول ما تقعد حطلك لحمة، والله إذا حطلك لحمة ما فيش بعد كده، وحطلك لحمة من النوع اللي أنت بتحبه، تيجي أنت عند النوع اللي أنت بتحبه والجن يجي دغزك دغزة، تقول لها أنت ما عملتش النوع الثاني ليه؟ طب أنت بتحبهوش، والمشكلة تتنصب على أقل شيء، لأنك لم تسمي الله رب العالمين ولم تصلي على حبيبك محمد الأمين. سيدنا النبي كان متجوز 11 وحيت الله، ومات النبي صلى الله عليه وسلم على ذمة النبي 9. النبي كان بيتزوج بأمر من من؟ من الله. الدليل في القرآن، قال الله في الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا عملنا إيه؟ زوجناكها. اللي جوزها له ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق السيدة حفصة بنت سيدنا عمر طلقها، نزل أمين الوحي جبريل يجوب السبع الطباق على أمين الأرض، يقول له إيه؟ يقول له يا رسول الله راجع حفصة، رجعها، راجع حفصة. ليه يا جبريل؟ فإنها زوجتك في الجنة، هذه زوجتك في الجنة، رجعها. زوجات النبي كانوا بيغيروا على النبي، وكان بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشاكل. لما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أمر النبي أنه يتزوج بالسيدة زينب، ربنا قال له يا محمد تزوج السيدة زينب. سيدنا النبي راح للسيدة عائشة، سيدة عائشة كانت بتغير على النبي، ومن حقها تغير على النبي، ده احنا العملية على الله، وتلاقي مراتك انا قلقانة منك اليومين دول، بتسرح وبتعمل وبظابط وبرفانات ومهتم ابنها، فيه ايه؟ طب احنا العملية على الله، فما بالك برسول الله؟ من حقهم يغيروا بقى. لما امر الله عز وجل النبي ان يتزوج من السيدة زينب، سيدنا النبي راح للسيدة عائشة وقال لها يا عائشة إن الله أمرني أن أتزوج من زينب، إيه رأيك؟ السيدة عائشة تنكدت، بس ردت على النبي وقالت له إيه؟ قالت له وكأن الله في هواك دائما يا رسول الله. ربنا بيعمل اللي انت عايزه، الأمر لله، فإذا لم تكن سوى الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه، أمر من ربنا. ولما السيدة، يعني بص الغيرة موجودة، الغيرة بيوت النبي كان فيها مشاكل، ولكن كان بيقابل النبي صلى الله عليه وسلم ده كله ازاي؟ كان بيقابل النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ بالراحة، مش بالقلمين والسب والشتم، وروحي روحي عند أهلك. هي لما تروح عند أهلها انت كده حرام عليك، وخالفت الآية اللي في القرآن التي يقول الله عز وجل فيها لا تخرجوهن من بيوتهن. البيت بيت مراتك، ما تطلعهاش من بيتها، اطلع انت بره وصل على النبي. انت اللي بيت بره، مش هي اللي بيت بره، لقي مشاكل والله كده. ما احنا بنتكلم،
لا لا، هذه حقيقة آية، هذه آية في القرآن: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة. إيه؟ الله ينور عليك، لو فيه نشوز أو إعراض أو إلى آخره في مول تاني. لكن الأصل في الإسلام إن البيت بيت، البيت بيت زوجتك. طب فيه دليل في القرآن يا مولانا كمان؟ يقول الله عز وجل في يوسف، اسمع معايا يا عم الحج وصلى على النبي، ما تخرجيش من شعوري، ربنا اللي بيقول مشاني، مش عاجبك انت الحوت. ايه بتقول؟ ايه هنعدلها لك دلوقتي. لا لا لا، ما تقلقش، هظبط لك الموضوع، ما تصلى على رسول الله. طيب طيب، يبقى احنا ايه؟ قال الله في القرآن: لا تخرجوهن من بيوتهن، صح؟ ده قرآن. فيه دليل في القرآن إن البيت بيت الزوجة. يقول الله عز وجل في الحريم، زمانهم مبسوطين أنا عارف. يقول الله عز وجل في القرآن: وراودته التي هو في إيه؟ ما أنتوا بتردوا حلوين أهو. تاني: وراودته التي هو في إيه؟ لا يا جماعة، في بيته، في بيته ولا إيه؟ في بيتها. أي اللهم صل على النبي، في بيتها عن نفسه. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. بيوت النبي كانت فيها مشاكل. السيدة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن يتزوج من السيدة أم سلمة. أم سلمة كانت عندها بتاع 60 أو 61 سنة، زوجها مات وقاعدة داخل البيت قاعدة وتقول والله ما معت رجل يملى عيني بعد أبو سلمة. معنى الكلام يعني، أبو سلمة كان حنين وطيب ورجل كويس، تحرم. معنى الكلام، معنى الكلام، أنا أحكي الحديث بتصرف، لو تكلمت باللغة العربية إن شاء الله يعني هنتوه. قالت والله ما عاد حد يملى عيني بعد أبو سلمة، مات في الحرب وأمري لله وخلاص. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أم سلمة، إن الله أمرني أن أتزوجك. فتبشبش وجهها وقالت: العوض على الله، لذلك ما من مسلم يسلم أمره إلى الله إلا عوضه الله خيرا منه. تزوجها مين؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الموقف ده ما فيش أيام بسيطة كان فيه دويتو، إذا صح التعبير، بين زوجات النبي اللي هي مين؟ السيدة حفصة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها 19 سنة، وحتى الله كانت زميلتها مين؟ زميلتها السيدة عائشة. الاثنين كانوا صحاب لأن سنهم قريب من بعض. سنهم ايه؟ قريب من بعض. السيدة عائشة قالت لها: يا حفصة. قالت لها: خير؟ قالت لها: إنني سمعت أن رسول الله سوف يتزوج من أم سلمة. وبعدين ده ست جميلة، وكان أهل المدينة يتحدثون عن جمالها وأدبها وأخلاقها. سيدة حفصة قالت لها: يعني هتعملي إيه يا عائشة؟ قالت: والله لأذهبن إليها وأراها بنفسي. شوف الست اللي بيقولوا عليها دي، مع أنها كبيرة في السن، الغيرة. فانطلقت السيدة عائشة حتى رأت السيدة أم سلمة، شافتها بعينها، وهي رجع السيدة عائشة من عند أم سلمة جاية متنكدة. قابلتها حبيبتها مين؟ السيدة حفصة. السيدة حفصة بتقول لها: إيه الأخبار يا عائشة؟ قالت: والله رأيتها أجمل مما وصف لي. حلوة خالص. طب ماشي كويس، فقرة كويس. وجدتها أجمل مما وصف لي، شفتها جميلة جدا. السيدة حفصة زوجة النبي بنت سيدنا عمر بن الخطاب قالت لها: يا عائشة، سوف يذوي جمالها مع سنها. ده ست كبرت وبتاع، ما تخافيش ولا تقلقي. فكانت في غيرة يا جماعة، في غيرة. بس احنا النهاردة ما عندناش غيرة. معلش لو هتنرفز شوية، هتنرفز هتعصب شوية، معلش. ها ما انا مش عارف. صلى الله رسول الله. اليوم ترى كثيرا من الشباب يلبسون البنطال، البناطيل الجنس او الجنس، عشان بتقول
طب حلو، لابس بطل جينز متقطع من هنا ومتقطع من هنا ومتقطع من فوق ومتقطع من تحت، وركو باينة وعورته باينة وسقه باين، انت عامل ليه كده يا حبيبي؟ يقول لك مودرن، موضة. موضة ده موضة سود، والرجل الأب ناي وبيحب النوم ومريح ومش عارف يمشي كلمته على ابنه. لازم الإنسان يستر نفسه يا جماعة، ما ينفعش اللبس ده، حرام اللبس هذا، ما أمر الله عز وجل به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والبنات النهاردة والله تلاقي برضو البناطيل اللي هي متقطعة، فين الغيرة؟ فين الغيرة؟ أنا هنوريك الغيرة بس مش هنقولها لك إلا بعد ما تصل على النبي. بنت النبي الأخيرة كانت اسمها إيه؟ اسمها فاطمة، صح؟ سيدة فاطمة زوجها مين؟ سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، ابن عم النبي. يعني زوج السيدة فاطمة علي دخل ذات يوم على السيدة فاطمة وهي قاعدة ببيتها، يا ترى قاعدة بتعمل ايه؟ عمالة فيس ور. احنا كنا فرح والله منطقة من يم ابو مطامير كده، قلت لهم لو دخلت على ابنتك في حين غفلة منها وقلت لها وريني التليفون اللي معاك هتديهولك؟ لا انت ترد علي. لا هتديهولك؟ لا يا عم من غير علكة هتديهولك؟ احنا خربوا، انا مسأل سؤال بس، هتديهولك؟ طب استنى، ما عندكش بنات؟ يبقى ما شاء الله في اجماع ان البنت مش هتديك الموبايل. ليه؟ ولو خدت التليفون تجي تضرب التليفون عشان تفتحه تلاقي الحاجة عاملة باسورد. عاملة ايه؟ باسورد. افتحه لي يا بنت. عايزه ليه يا بابا؟ ده اصحابي والبتاع والفيس والسيستر والبستر والايام الطويلة. صح. وما تفتحش التليفون، ما علينا، عشان ما حدش يزعل. بس دخل سيدنا علي كرم الله وجهه على السيدة فاطمة زوجته، على السيدة فاطمة زوجته، لازم اللغة العربية تبقى مظبوطة يعني. دخل سيدنا علي كرم الله وجهه على السيدة فاطمة زوجته، لقاها بتعمل ايه بقى على الغيرة؟ مسك عود السواك بتتسوب بسنان، بتتسوق اسمه عود السواك، ده اسمه عود الأراك. عود الايه؟ عود الأراك. لما سيدنا علي نظر ونظر في يدها عود الأراك وفي ثغرها، غار سيدنا علي كرم الله وجهه على السيدة فاطمة من عود السواك، العود الأراك اللي ببقه متضايق من عود السواك اللي فوق السيدة فاطمة. فنظر إلى فاطمة، كان بيحب مراته، وقال لها أنت بتتسواكي؟ قالت له أيوه. بعود الأراك؟ فأنشد يقول حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك سواك. بتوحد، هي دي الغيرة، هي دي الغيرة. ويعني الغيرة الفطرة. أنا هديك معلومة، الحيوان الوحيد الذي لا يغار على زوجته أقول هولا. وإنت لو نظرت إلى الجمل الناقة عندما يريد أن يجامع زوجته، البعير لما يريد أن يقضي وطره مع الناقة لازم يستتر، لازم يتغطى، لازم إيه؟ يستتر. لو حس إن حد بيبصله الله وكلمه عمل حاجة. لكن في حيوان لا يغار على زوجته ألا وهو الخنزير، ولا يفعلها إلا خنزير. ليه؟ يقول لك الحيوان الوحيد الذي لا يغار على زوجته هو الخنزير، إنه يجد لذة حينما يرى أنساه مع ذكر آخر. أنا عايزك تصلي على النبي وتذكر ربك وتقول لا إله إلا الله،
احنا في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش في حياة رسول الله، نعيش ونسبح بالصلاة على رسول الله، نستمتع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا أن نتبعه في جميع أمورنا. أنا هنختم كلامي، نهاية الحديث. نعم احنا ندخله بر الوالد، هحط لك حته صغيره. حاضر حاضر حاضر. طيب احنا لو بصينا النهارده، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 9 صح؟ احنا اخوال النبي ولا لا؟ السيده مين؟ السيده ماريا الصعيديه، كانت من صعيد مصر القبطيه، ما هي القبط يعني مصري. ونسال الله ان يحفظ مصر وشعبها وجيشها، قولوا امين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر من كيد الكائدين وغدر الغادرين، اللهم آمين. اللهم من أراد مصر وجيشها وشعبها بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد مصر وأهلها وأمنها بشر فاجعل كيده في نحره، اللهم آمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم تزوج السيدة ماريا المصرية الصعيدية. طب يا مولانا، السيدة ماريا الصعيدية كانت منين بالضبط؟ يقول لك في التحقيب التاريخي، كانت السيدة ماريا متربية في قصر المقوقس عظيم مصر. لو نظرنا لعيلتها بالضبط، قال لك السيدة ماريا من قبيلة حفن من أبي قرقاص من محافظة المنيا. فتصلي على النبي، خذ المعلومة ديت وصل على النبي. لازم ندرس يا رجال، نعرف النبي وزوجات النبي، ما احنا عارفين كريستيانو. أول ما طلع أول فيديو طلع ترند، خد اسمه ايه الدرع، خد درع اليوتيوب مع أول ربع ساعة. طب ما احنا بقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وما ناخدوش الدرع ليه؟ لا ما عليك من الدرع، أنا عايز الدرع بتاع ربنا في الجنة إن شاء الله. إيه؟ إيه؟ أحسن درع هو الدرع رضا الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي، هنرجع لك تاني بس نقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السيدة ماريا القبطية أو الصعيدية أو المصرية، من قبيلة حفن أبي قرقاص أو أبو قرقاص محافظة المنيا، تربت في قصر المقوقس عظيم مصر. تزوجها إزاي؟ تزوجها ما هي كانت في مصر يا مولانا، راحت عند النبي إزاي؟ نقول لك، أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله النبي أن يتزوج منها. كانت عندها أختها اسمها إيه؟ سيرين. أختها سيرين تزوجها مين؟ تزوجها سيدنا حسان بن ثابت شاعر النبي. يعني سيدنا حسان بن ثابت كان عديل إيه؟ كان عديل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تصلي على النبي، ما تطلعش العيال برا، سيب الأطفال يا ابني، سيب الأطفال بس اللي جنبه واحد يسكته عشان الجو يهدى. بس الله يكرمك، ساعة ما تزهقوا قولوا لي. انت اللي جبت نفسك يا مولانا حبيبي يا سيدنا، الله يكرمك. طب 5 دقائق كمان يا جماعة بس صلوا على النبي. الله يخليك يا سيدنا، الله يكرمك.
تزوج سيد يبقى المقوقس أهدى سيدة ماريا وأختها وبغلة وطبيب أربع هدايا للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمره أنه يتزوج من السيدة ماريا وكان عليها مسحة جمال كانت جميلة جدا. وأختها سيرين تزوجها سيدنا حسن بن ثابت، والبغلة خدها النبي والدكتور رجعوا النبي وقال إحنا مش عايزين الدكتور، أنت رجعت الطبيب الهدية من المقوقس ليه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته الشهيرة: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا إيه لا نشبع، بيت الداء المعدة والحمية رأس الدواء. الحمية يعني الرجيم، مش تكبسها لحد ما يغمى عليك، ده مش إسلام، ده مش إسلام خالص. بالراح الكروش ديت بتتر توديك في غيبوب، فالراح مع المعدة، ويقولك الآخر أنا تعبان. يا أخي ما النبي قال لك بالراحة، قال لك فإذا كان لا محالة فاعلا تعمل إيه؟ تكبسه. الله ينور عليك سيدنا. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لإيه؟ لنفسه. دكتور يقول لك بلاش اللحم، حتى الملبسة ده هي الله، خد الملبسة بس هتلبس، لو خدت الملبسة هتلبس، يبقى بالراحة التفاصيل مش ماشي. وبعدين ربنا أقسم بالنفس: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس. والنفس ذكرت في القرآن، الطفل الصغير يا راجل يا طيب، والله لو الست مراتك غابت ترضعه مش سنتين لازم انت اللي تفطمه بايدك ويعيط وتحط مش عارف ايه وبتاع وتمنعه. النفس عامله زي الطفل، لازم تمنع نفسك وتكبح جماح نفسك. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، فخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النص فاتهمي. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ختاما، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة ماريا. معلومة، أولاد النبي كلك من السيدة مين؟ لا، خديجة. والسيدة عائشة مراته حبيبته ما كانتش بتخلف، وخلف سيدنا إبراهيم من السيدة ماريا، بس مات وهو صغير سيدنا إبراهيم. طب السيدة ماريا كانت قاعدة مع نساء النبي، بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كانت حوالين المسجد الايه، كانت حوالين المسجد النبوي، إلا بيت السيدة ماريا ما كانش حوالين المسجد، كان في منطقة بعيد اسمها منطقة العوالي. طب ليه يا رسول الله انت سكنتها بعيد عن زوجاتك؟ النبي كان يراعي الفروق الاجتماعية، ده متربية بقصر، هتسكنها في أوضة مش هينفع. يعني انت ما تبقاش كحيان وظروفك المادية تعبانة وتقول انا صاحب دين ومحترم وتروح لبنت راجل ملياردير، لو كرشك ما تزعلش. يبقى ناخد اللي من لوني ده كويس، ناخد اللي هو من مستوايا الاجتماعي ده كويس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسكنها في منطقة اسمها منطقة العوالي، في منطقة حواليها جناين وبساتين يعني منطقة كويسة. خلفت من النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم. خلي بالك من اللي جاي وهنختم بها كلامي، بس بالله عليك تصلي على النبي. ذات يوم السيدة ماريا أرادت النبي، والحديث صحيح، نزلت من العوالي من بعيد عند المسجد النبوي في الشارع، بيوتات النبي في وش المسجد النبوي، واقفة في الشارع بصت لقت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له: يا رسول الله أريدك، أنا عايزك في كلمتين. ينفع النبي يكلم زوجته السيدة ماريا في الشارع؟ ينفع؟ ما ترده؟ ينفع؟ لا ما ينفعش، ده زوجة النبي والنبي كان بيغير على زوجاته، ودولت أمهاتنا، دولت أمهاتنا، صح ولا لا؟ أمهاتنا، زوجات النبي أمهاتنا بنص القرآن. قال لها: طب تعالي ندخل الحجرة ديت نشوفك انت عايزة ايه. الحجرة ديت كانت حجرة مين يا ترى؟ كانت حجرة السيدة حفصة بنت سيدنا عمر. حجرة السيدة مين؟ حفصة بنت سيدنا عمر. بس السيدة حفصة ما كانتش موجودة، كانت بتزور أبيها، لا تزور أباها، كانت بتزور أبوها مين؟
سيدنا عمر فما كانتش موجودة داخل البيت. أنا عايزك تصلي على النبي، حط المية ومشي عشان الناس عمالين يبصوا على المية، فأنا القصة كده تروح مني. طيب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها بيت حفصة بنت سيدنا عمر لأنها مش موجودة. دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة شوية، وجاءت السيدة حفصة من عند أبيها عمر، دخلت بيتها فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة إيه؟ مرية. زعلت، بصت في بيتها لقت النبي ولقت السيدة مرية، غضبت السيدة مين؟ حفصة، وخرجت ظلت تبكي. المهم السيدة مارية خلصت الموضوع مع رسول الله وطلعت روحت، سيدنا النبي عمل يقول لها بالراحة اهدي، تبكي، يقول لها انت بتعيط ليه؟ اهدي. السيدة حفصة تظل تبكي غيرة على رسول الله من زوجته مارية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اصبري ألا أسمعك، اهدي شوية، برضو عمالة تعيط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يرضيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما تزعليش، إني حرمت مارية على نفسي. ارتحتي؟ أنا حرمتها على نفسي. بعد العياط الوش تفل وهدت ونفسيتها ارتاحت. بس قال لها النبي ايه بقى؟ قال لها إني حرمت مارية على نفسي، ولكن لا تخبري أحدا، هذا سر بيني وبينك يا حفصة. سيدة حفصة انبسطت تمام، حرم مارية، الحمل خف لما يكون الواحد متجوز ثلاثة ولا أربعة، وأكيد مش حصلة بيننا يعني. طب اللي متجوز اثنين يرفع ايده. لا لا، فين ده؟ فين؟ والله أنا ما فيش، ما شاء الله. طب كويس، انت هتفضحه. فتصلى على رسول الله. تمام. سيدنا. تمام. واحد بقى ماسك لك، وان خفتم الا تعدلوا فواحده. ما انت مش قادر. انت لو قادر هتعمل التاني، هتاخد الايه بس من اولها وهتقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لكن عشان هي واحدة يقول لك ان خفتم الا تعدل. انا والله خايف بس ان انا ما اعدلش بنت. يا صاحب الدين، صاحب الدين، ده ايه الايمان اللي نزل عليك ده؟ ما تصلى على رسول الله. قال لها يا حفصة اني حرمت مارية على نفسي، وما تخبريش حد، وده سر بينه وبينه. بعد العياط هدت وانبسطت. الله وكيل، يدوب النهار طلع صاروخ، راحت لمين؟ من حبيبتها السيدة عائشة. عائشة والله حدث كيت وكيت وكيت وكيت، وبعدين الخبر. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه. الله أكبر، العدد خف، بدل ما هم 11 بدل ما هم 9 بقوا 8. قالت لها ولكن هذا سر بيني وبين الرسول، بس أنا الله وكيل ما قدرتش أشيله، ما قدرتش، ده سر، خلاص اتفقنا. رجعت السيدة مين؟ رجعت السيدة حفصة لمين؟ لبيتها. قعدت في البيت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا حفصة خير يا حبيبي يا رسول الله؟ قال إن الله عز وجل أنزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة. إيه هو القرآن يا رسول الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن إيه؟ عن بعض. نهاية الحديث، ربنا من اللي أخبره؟ قالت له مين اللي عرفك يا رسول الله؟ قال نبأني العليم ليه الخبير. شوف الآية اللي وراها، ربنا بيقول لهم الاثنين ايه بقى؟ ان تتوبا، يعني السيدة حفصة والسيدة مين ديت اسمها ألف الاثنين، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبهما. طب وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. ولا عادي،
انت مش مشكلة. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ما تزعلوش النبي صلى الله عليه وسلم يا زوجات النبي، يا زوجات النبي، ما ينفعش يزعلوا النبي، لأن النبي ربنا بيحبه. أديك معلومة كمان، الله عز وجل أقسم بالشمس وإيه وبالقمر إذا إيه وبالنهار إذا وبالليل إذا والضحى والليل إذا، أقسم ربنا بأشياء في الكون، لكن لم يقسم الله لعدم التقاء الساكنين. لما يجي حرفين ساكنين لازم أكسر الأول. ليه؟ زي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن لم يكن، لم ديت بتجزم الفعل المضارع، يبقى المفروض مجزومة بالسكون. طب ربنا بيقول لك احنا بنقرؤها ومشايخنا يعلمون، لم يكني، كسرت النون ليه؟ حاجة في اللغة العربية اسمها لعدم التقاء الايه؟ لعدم التقاء الساكنين. لم يقسم الله عز وجل بحياة أحد من البشر، ربنا ما حلفش بحياة حد في الأرض، حتى الأنبياء والرسل ربنا ما حلفش بحياة حد خالص، لا بروح سيدنا آدم ولا بحياة سيدنا نوح ولا بأي حد من البشر إلا حياة النبي. تخيل ربنا يحلف بحياة النبي. الدليل يا سيدنا، أديك الدليل. يقول الله عز وجل في القرآن لعمرك إنهم لفي سكرتهم إيه يعمهون. أنت عارف يعني إيه لعمرك؟ يعني وحياتك يا رسول الله. شوف ربنا بيحب النبي، أنت ما بتحب؟ أحبه والله، بحب النبي. ما أنت بتحبه إيه؟ أنت بتحبه صلى الله على محمد، بتحبه. أنا بحب النبي باللسان، لكن إزاي بتحب النبي وأنت سافي في الحجوب؟ هل ده حب؟ إن المحب لمن يحبه مطيع. حب النبي لنا واحتفال النبي لنا أن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحب رسول الله. ربنا لما نادى، ودي نهاية، لما نادى ربنا على سيدنا آدم ذكر الله اسمه مجردا، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. لما ربنا نادى على سيدنا نوح قال الله يا نوح اهبط بسلام منا يا نوح. لما ربنا ذكر سيدنا إبراهيم قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لما ربنا نادى على سيدنا لوط قال يا لوط. لما ربنا نادى على سيدنا موسى قال يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. لما ربنا نادى على سيدنا زكريا قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لما نادى ربنا على سيدنا عيسى باسمه يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس في آخر المائدة. لكن لما ربنا ذكر النبي قال الله للرسول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وإيه ونذيرا. نهاية هذا مجمل القول، حبنا لرسول الله اتباع، حبنا لرسول الله تطبيق سنته، حبنا لرسول الله كما قلنا، حبنا لرسول الله أن الذي لا يصلي يرجع يصلي، حبنا للنبي تحب زوجتك وتحب مراتك، حبنا للنبي أن الست ترتدي الحجاب، حبنا للنبي ما تجيبش في سيرة حد، حبنا للنبي نرجع الحقوق إلى أصحابها. حبنا لرسول الله هو تطبيق شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فبادر وبادر بدون انتظار، إذا كنت أهلا لخوض البحار، فلا يعقر الكلب من يرحمه ولا يصرع النمر من يطعمه، والنعيم لا يدرك بالنعيم. نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا رسوله الكريم، رد عليه. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على رسول الله في ليلة الجمعة، اللهم صل على النبي المصطفى. ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا ربي يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، اللهم شفع فينا النبي الأمين، اللهم شفع فينا النبي الأمين. اللهم أوردنا حوضة، اللهم أوردنا حوضة، حوض النبي مش أي حد هيشرب منه يا رجال، حوض النبي ده صعب، حوض النبي عليه كيزان بعدد نجوم السماء،
الكيزان والأكواب على حوض النبي، كيزان بعدد نجوم السماء. طب حوض النبي موجود فين؟ في أرض المحشر يوم القيامة. طب المية اللي بتجي له منين؟ المية اللي بتجي لحوض النبي من نهر الايه؟ الكوثر. من نهر الايه؟ في الجنة. نهر الكوثر فيه ميزابان، ميزابان يعني عينين، عين من ذهب وعين من فضة، منزلين مية في حوض النبي في أرض المحشر يوم القيامة، يملوا مية من نهر كوثر النبي اللي في الجنة. أي حد هيشرب؟ والله ما حد شارب. مية حوض النبي أشد بياضا من اللبن، أحلى من العسل، طعم من شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. النبي هيعرفنا، كل نبي وكل رسول له حوض، يعني حوض النبي معمول لأمة محمد بس، مش معمول لكل الأمم، كله يروح بعضهم يدخل. طب هيعرفنا النبي ازاي؟ يعرفنا النبي غرلا محجلين. يعني ايه غرلا محجلين؟ الغرل الجبهة مع المناخير مع الأنف، تلاقيها منورة. محجلين اللي هي آثار الوضوء. يا جماعة ندخل على حوض النبي، وحوض النبي ما أجمله. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أمتنا ساجدين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أستر بيوتنا وحصن فروجنا وأعل راياتنا وبيض يوم القيامة وجوهنا. اللهم اشف كل مريض يتألم، اللهم اشف كل مريض على سريره يتألم، اللهم رد كل غائب إلى أهله سالما، اللهم رد كل غائب إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين. أستر بيوتنا، اللهم أستر نساءنا، اللهم يا رب العالمين ارفع عنا الهم، وارفع عنا الغم، وارفع عنا الغم، وارفع عنا الكرب. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا. هذا مجمل القول، عجزت فيه عجزا على الوابل إلى الطل، فخرج في الصيف خاطرة طيف وسحابة صيف، وأرجو أن تكون قد فهمت قطة الضيف. أقول ما تسمعون وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.